بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في قناة موقع شروق الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الاستقامة على أمر الله عز وجل. جاء في جامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث الشريف من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى هي جامع الدين كله. ندعو الله عز وجل في صلواتنا كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. والاستقامة أيها الإخوة الأحباب لها معنيان. المعنى الأول: الثبات على التوحيد وعلى لا إله إلا الله حتى يلقى العبد ربه عليها. يقول أبو بكر رضي الله عنه في معنى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني لم يشركوا بالله شيئا. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لم يروغوا روغان الثعالب. استقاموا يعني لم يروغوا روغان الثعالب. والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى هي وصية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثبتوا على الهدى. يقول ابن عباس رضي الله عنه: استقاموا يعني أدوا فرائض الله. ويقول أبو العالية: استقاموا يعني أطاعوا الله. وللاستقامة معنيان: المعنى الأول الثبات على التوحيد كما سبق آنفا، وعلى لا إله إلا الله حتى يلقى العبد ربه سبحانه. والمعنى الثاني الاستقامة على أداء فرائض الله سبحانه وتعالى، فهي تشمل الاعتقاد والعمل جميعا. فالاستقامة تشمل الاعتقاد والعمل جميعا، وهذه عقيدة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والاستقامة هي أمر أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فاستقم كما أمرت. والله سبحانه وتعالى جعل الاستقامة على أوامره وعلى شرعه في أوامره، كذلك أيضا في نواهيه. فقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يتعدوا حدوده، أو أن يأتوا شيئا حرمه الله، أو أن يقعوا في محظور. فالاستقامة فعل الأوامر واجتناب النواهي التي نهى الله عنها. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ضرب مثلا فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على جانبي الصراط سوران ممدودان، فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وفي أول الصراط داع يدعو الناس: أيها الناس ادخلوا صراط الله جميعا ولا تعوجوا. وعلى ظهر الصراط داع، كلما أراد أن يدخل بابا من هذه الأبواب نهاه وقال له: لا تفعل، إنك إن تدخله تلجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل وبينه. فالصراط الإسلام، والسوران على جانبي الصراط
هما حدود الله، والأبواب المفتحة فيها هي محارم الله. والداعي الذي يدعو الناس على باب الصراط هو الإسلام، هو كتاب الله. والداعي على ظهر الصراط هو داعي الإيمان في قلب كل مؤمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الاستقامة ليست أمراً سهلاً هيناً، بل إنها أمر شاق على النفس، فقليل من عباد الله من يثبت على الاستقامة. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته، والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، جاء دعانا في حديثه في الصحيحين: سددوا وقاربوا. والسداد هو أن يأتي العبد العمل على وجهه دون نقصان، وأن يصيب الهدف. والمقاربة أن يقترب من الصواب. والله عز وجل أمرنا بالسداد، لابد للعبد أن يكون مسدداً ومسدداً في توحيده لله وفي أداء فرائض الله لا يفرط فيها، وكذلك في اجتناب حدود الله. وأما ما كان من السنن وما كان من المستحبات فالعبد يقارب فيها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه مع الراحمين. أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، إن الاستقامة على أمر الله والاستقامة على حدود الله هي جماع الدين كله، وهي الصراط المستقيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة نصليها لله، كلما تلونا فاتحة الكتاب سألنا الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم. ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.